ما تحاول القيام به هو الاستيلاء على أجهزة الدولة من أجل استعمالها لفرض نفوذها على المجتمع، كما أنها تهدد حرية الشعب التونسي، وذلك عبر القمع الرسمي أو عبر استعمال وتوظيف جماعات فاشستية إجرامية منسوبة إلى السلفية، ولكنها في الواقع لا علاقة لها بالدين، بل هي حتى في ترتيبتها الاجتماعية فهي متكونة حتى من أباطرة إجرام، إجرام حق عام، تستعمل هذه الجماعات لترويع الشعب التونسي ولضرب حرية التعبير وحرية الإبداع وحرية الخلق وحرية التظاهر. ثم أن هذه إلى من حاكم يتعامل بحركة النهضة لم يغير شيئا من الاختيارات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة التي يسلكها بن علي، الذي كان يسلك تطبيقها بن علي، بل أنها أخذت حرفيا ما تركه من مشاريع لتقدمها إلى الشعب التونسي، علما وأن الشعب التونسي كان صار ضد تلك المشاريع وكان صار ضد الاختيارات على مستوى السياسة الخارجية. الائتلاف الحاكم الحالي استمر في أغراق البلاد التبعية، فهو منذ اليوم الأول أكد أن لا تراجع على المعاهدات والاتفاقيات التي كان أبرمها بن علي مع القوى الاستعمارية، بل أن هذا الائتلاف الحاكم مد يده إلى قوى خليجية رجعية عميلة للاستعمار وعميلة للصهيونية، وهو يسعى إلى ربط تونس بها، وهو كل هذا جعل هذا الائتلاف الحاكم يفشل ويعجز عن تحقيق أهداف الثورة. ومن سوء حظه أن توظيف الدين لم ينفع، فالمسار الثوري في تونس مستمر، الإضرابات يومية والاحتجاجات يومية والاعتصامات يومية، وفي بعض الأحيان تقوم حتى إضرابات عامة في مدن كبيرة وعلى مستوى جهات. فالشعب التونسي تعلم من خلال نضاله أن الشعارات وحدها لا تكفي، ولكن لا بد من ممارسة ولا بد من اختيارات تخدمه. ولذلك فإن التيار في الوقت الشعبي في الوقت الراهن هو تيار يبتعد عن هذا الائتلاف الحاكم، وهو يميل نحو قوى الثورة وعلى رأسها القوى اليسارية، وهذا أمر جيد جدا بالنسبة إلينا. وفي تونس اليوم فإن ثمة أكثر من احتمال، كما قلت لكم المسار الثوري لم ينتهي، والقوى الرجعية الداخلية والخارجية لم تتمكن من وضع يدها على مصير الشعب التونسي وإجهاض ثورته. المسار الثوري مستمر وثمة احتمالات عدة. لقد سبق لي أن شاركت في المؤتمر الثاني للنهج الديمقراطي، ومن هذا المنبر كنت قلت في ذلك الوقت وبعد انتفاضة الحوض المنجمي في الجنوب التونسي أن تونس تسير نحو الانقلاب على نظام بن علي، وقد حصل ذلك. وأنني أقول لكم اليوم لا تستبعدوا مطلقا أن يحصل فصل ثالث من الثورة التونسية في القادم من الأسابيع والأشهر، وهذا الفصل الثاني سيكون هذه المرة له طابع الثورة الاجتماعية. لأننا إلى حد الآن تمكنا من ضربة الاستبداد، من ضرب بعض قواعد الاستبداد، ولكن الشعب التونسي لا يريد الحرية فقط، وإنما يريد أيضا العدالة الاجتماعية
ويريد ايضا لبلاده ان تستقل عن مراكز الرجعيه العربيه وعن مراكز الاستعماريه وعن الصهيونيه. وعلى هذا الاساس فاننا في حزب العمال لا نستبعد ان يحصل فرق ثالث من الثوره. وفي هذه المره سيكون حزب العمال وستكون القوى الثوريه الاخرى اكثر استعدادا لقياده هذا الفصل ولتخليص الشعب التونسي نهائيا من الاستبداد والاستغلال والفساد والتبعيه. وفي اطار هذه الاستعدادات اعلمكم اننا نعمل سويا مع القوى اليساريه ومع القوى القوميه التقدميه على تخطيط جبهه. ان الدرس الذي استخلصناه من كل تجاربنا السابقه هو انه لا انتصار بدون جبهه. وانني استغل هذه الفرصه بما ان مؤتمر النهج الديمقراطي يتم تحت شعار بناء الجبهه استغل هذه الفرصه لاقول لكم امضوا نحو تكوين هذه الجبهه. ففي تونس خلال انتخابات المجلس الوطني التاسيسي قمنا بعمليه حسابيه بسيطه وجدنا ان الاصوات التي حصلت عليها القوى اليساريه